الخاصة أيضا لغاية الصغير وأيضا وسام بن يحيى. وسام يحيى تضرب في المولي عضلة الساق، عنده 4-5 أيام وقت البريباراسيون سي نورمال، دونك يلو فوا روبو دون سومين، كيف كيف هو غدوة صباح باش يعمل ايكو، وإذا سي بون يبدا بالبريباراسيون فيزيك. معناها خلاصة القول، اللاعبين الكل موجودين رجعوا إلا باستثناء وسام وغيث الصغير، إن شاء الله ما يفوتوش الأسبوع ويبداوا مع الجروب. هذا بالنسبة لوسام بن يحيى. سينو أيضا الأكثر تقريبا تم طرح جملة من التساؤلات عليه هو اللاعب غيث الصغير، ونسمع شنو قال سامي بالقاضي. غيث صغير اللي كثرت عليه الكلمات، غيث الحقيقة الضربة اللي تضرب عنده ما نعرفش قرابة توا شهرين ونص تضرب فيها وبرا منه عمل سوان ورجع عمل بريباراسيون تاعو ودخل مع الجروب، مالوريزمون وبعد ابري يمكن دوزيام سيونس دونترينمون عاود تقلق، مش فرد بلاصة، مشينا عملنا الفحوصات الكاملة، بلاصة أخرى معناها في الميسكل دروا أونتيريور في ساقو اللي هي ضربة قديمة اللي كان يلعب في تطاوين، دونك أنا في النيسيسير ونشكر الإطار الطبي وشبه الطبي وجيه وسالم كذلك يعطيهم الصحه، عملوا لو نيسيسير معاه ونحن عملنا لو نيسيسير، معناها عملنا حالي بانشمون وعمل سيونس دو بي ار بي ولاباس بقدره الله، اليوم باش يعمل ليكو ان شاء الله بقدره الله كل شيء لاباس، يولي ماكسيموم ان شاء الله من هنا لسبع ايام يرجع مع الجروب. هذا بالنسبة لوضعية غيث الصغير. سينو أيضا كشف أيضا عن الحالة الصحية لبقية اللاعبين. علي العمري كانت عنده إصابة في عضلة الساق وكل مرة تتحير له، دونك رجع على باس ولا في لي سوان نيسيسير، خدم مع البريباراتور فيزيك وتوا عنده يومين من اللي دخل في الجروب. ادم قرب اللي عنده اشكاليه في التندون روتوليا معناها في الركبه نتاعو في لاباس ولا في لي سوان، تو يعمل في البريباراسيون مع البريباراتور فيزيك ان شاء الله من هنا اليومين ويدخل في المجموعة. بالنسبة لمباراة الفارت اللي ملعبش فيها عامر العمراني خفنا الحقيقة، ما عندوش هو إصابة، عنده شوية قلق كونتراكتور هكا تجبيدة صغيرة في الإسكيو جانبي، دونك انا بريفيري ما يشاركش وهكا موجود مع الجروب. رشيد العرفاوي وشهاب العبيدي بداوا معنا ستاج في النزل اللي عديناه مدة أسبوع وعملوا مرضوا وعملوا ان سندروم غريبال، دونك طلعت لهم سخانة وزيت افيبلي وديكورباتور بوندون 48 اور، دونك اخر نهارين تاع ستاج ايزون كيتي الجروب باش ما يعديوش اصحابهم وما لعبوش لو ماتش، دونك كيف كيف رجعوا يترناو. بالنسبة رامي البدوي اخر مباراه اللي تضرب فيها عمل ليزيون في ليسكيو جامبيي في الساق متالي وخذا لي سوا نتاعو ورجع كيف كيف الجروب، دونك الجروب كل موجود ابار دو بيرسون اللي هما دونك هذوما الحاله الصحيه للمصابين للنادي الافريقي. واللي امين معناها شفنا تساؤلات و أسئلة كبيرة كانت الحقيقة في الفترة الأخيرة في النادي الإفريقي. عرفنا يعطي الصحة سيد سامي بالقاضي ويعطي الصحة إدارة النادي الإفريقي أيضا على التوضيحات هذه على الحالة الصحية للمصابين. عرفاوي والعبيدي نزلت برد، البدوي العمري وسام آدم قرب العمراني غيث الصغير هما الأكثر اللي بقاوا يسألوا عليهم، غيث الصغير ثم تباعا يأتي آدم قرب، هذوما تقريبا أكثر من لعبية أمين اللي تم تساؤلات عليهم. مش قلنا احنا قلنا علاش العدد هذا كله من الاصابات، وهل السبب يعود الى نسق الماراثوني مع بدايه الموسم؟ هذوما تساؤلاتنا بالنسبه للوضعيه هذه. هو اول حاجه الساعه سي سامي يعطيه الصحه، كنا في وقت من الاوقات في النادي الافريقي عندنا مشكل تاع كوميونيكاسيون، عندنا مشكل تاع توصيل المعلومه للجمهور، خاطر اليوم كي تشوف الليسته وكي تشوف الفريق اللي هبط مباراه قوي في القفصه المباراه الوديه الحقيقة دو سومين من الشامبيونا، دو سومين من أول مباراة في صفاقس في البلاي أوف، الناس كل اليوم تعرف اللي النادي الإفريقي من أبرز المرشحين على الشامبيونا، تلقى روحك ناقص وسورتو فما ضبابية في 7 أو 8 ملاعبية بالضبط. الحقيقة معناتها يافي بوكو دوت، الجماهير حابة تتسائل اليوم أونيفو دو لا كوميونيكاسيون باهي برشا كي واضح سي سامي شنو وطمن الجماهير اللي بوتيتر ديسي الديبيو تاع البلاي اوف تكون الناس الكل حاضر. ايه من بعد هو كيما قلت انت معناتها فما بليزيور فاكتور. ايه شوف ما تنجمش تكون فما لو نيفو والعدد هذا الكل نتاع لي بليزيور لاعبين، وما تنجمش ما تكونش فما اشكاليه معناتها فما اسباب من الاسباب معناتها يخلي التراكمات هذه كل. شوف اول انا بالنسبه لي راهو سي با فاسيل باش تبدل البريباراتور فيزيك في وسط السيزون، راهو كيك سوا شنو لي كونديسيون، الروزنامه ما عاونتش ليكيبات باش تعمل، خاطر كي تلعب ماتش تلقى روحك بعد شهر ترتاح، راهو انت قلت الريتم اكسيليري
الريتم فيه برشا تقطعات. تلعب ماتش وبعد تلعب اربع ماتشات في 28 يوم، ستة سبع ماتشات في 28 يوم، وبعد تعاود ترتاح وبعد تعاود تلعب. لهنا البيك نتاع الشارج دونتريمون قاعد تطلع وتهبط ياسر. دونك فما ملاعبيه كيما مثلا وسام يحيى اليوم في العمر نتاعو هو سيرتينمون بالشارج تطلع وتهبط باش تلقى عنده دي بليسور. فما لكا اللي بالحقيقه باهم الفائده اللي هما نتاع علي العمري ومتاع غايث الصغير، لي دوكا هذوما هما اللي فيهم دي بوان دانتيروغاسيون. علاش؟ خاطر وقت اللي تضرب غايث قالوا فما 5 سومين، قعد 5 سومين ما رجعش، عاود رجع عمل ريدوكاسيون، رجع يترين ومن بعد عاود تضرب. لهنا غايث الحقيقه معناتها بارمي لي جوار اللي مهمين برشا في نادي الفريقي، واكثر بليسور يمكن توا كي نحكيو على وسام ولا رامي ولا كلهم ظاهرين معناتها باش يرجع، لكن جوار كي تضرب ويقولوا راهو فاتت المده تاع الضربه نتاعه وباش يعاود يرجع وما يرجعش، لهنا العباد تخاف وتقعد تتسائل. الحمد لله معناتها سي سامي يوضح للعباد، وضح انه البليسور ما تكتسيش خطوره. ولو بلوز امبورتون كيما قلت لك انهم نهار 17 ولا 18 فيفري يكونوا موجودين، على خاطر النادي الفريقي ممنوع من الانتداب، ما عملش انتدابات. دونك اي جوار، وشفنا سورتو غيث وقت اللي خرج من الكيب خلى تراس كيب، خلى تراس كبيره في الميلو تيرا. دونك لعبت استنى فيه، تستنى باش يرجع غيث، باش يرجع للنيفو فورم اللي كان فيها والعام، باش يعاون الكيب معناتها في الميلو تيرا. غيث الصغير تقريبا وكاني تلاحقه الاصابه اللي كان تعرض لها مع الاتحاد الرياضي بتطاوين منذ اكتوبر 2020. حبيت نحكي جوست باش نوضح حاجه على الكلام اللي قلته اونيفو نتاع نتاع تاع لي بريباراتور فيزيك حاتم، خاطر كي تعمل بريباراسيون وتبدا شامبيونا ومن بعد تعاود تجيب بريباراتور سي عمار كافي كبيره معناتها محاضر وكافي كبيره وانا تربت عند، ومن بعد تعاود تعمل بريباراسيون اخرى، ومن بعد تجي الانتر سيزون تعاود تعمل بريباراسيون اخرى. دونك لهنا الشارج معناتها تحكي او نيفو البريباراتور فيزيك انه يتبدل بالطبيعه الشارج دونك ولات قاعده تطلع هابطه مع الماتشات كيف كيف، بتلعب ماتش وبعد ترتاح بعد تلعب سبعة ماتشات ورا بعضهم. دونك لهنا سيرتينمون باش تلقى دي بليسور. من بعد زاد فما حاجه اخرى مهمه، الريدوكاسيون وقت اللي الملاعب مضروب وقداش باش يرتاح وشنو باش نعملوا له سورتو للي بليسور نتاعو، خاطر غايف عمل الريدوكاسيون نتاعو بعد عاود رجع بعد عاود تضرب. دونك لهنا الريدوكاسيون زاد جوارات لازم تعرف اللي راه وقت البلاسور اهم حاجه باش ترجع راه لازمك ريدوكاسيون. هو في الريدوكاسيون حسام انه وقتها جمهور النادي الافريقي معناه ما عندوش ملاعبيه برشا انترناسيونو، ومعز حسن بسام اسرار في مشاو مع المنتخب الوطني التونسي في الكان الاخرى، وكانه يستغل فتره توقف نشاط البطوله تعاقد مع مدرب جديد، لكن يصطدم بجمله من الاصابات. لهنا المدرب الجديد جون ميشيل كافالي يجي يلقى سبعة ملعبية، ثمانية ملعبية، ستة ملعبية مش موجودين على ذمة الرصيد البشري. سألت سؤال قلت سبب في نسق ماراثوني بداية الموسم، كيفاش ربما تنجم تشكل عائق الموضوع هذا بالنسبة للإصابات للطرف الفني الجديد؟ أكيد عائق كبير ومشكل كبير. أنت داخل البلاي أوف باش يكون ريتم جنوني تاع مباريات. معناه مستحق كل إفكتيف، والفريق اللي باش يوصل بعيد في الشامبيونان هو اللي عنده إفكتيف حاضر على ذمة المدرب أكثر ما يمكن. خاطر باش يستحق اليوم ما عادش مستحق لاعب في كل مركز، زوز في كل مركز، وشوفوا شوفوا شوف دخلة شوف ليه. باش تلعب شامبيونان باش تلعب كوب باش تلعب كوب دلاكاف. دونك باش تكون مباريات مع أرضية الملاعب نتاعنا ومع الجو اللي عندنا. دونك معناها صراحة الموضوع مقلق. الأسباب عديدة. سكو يسير. مش سبب واحد. شنو أسباب حسب رأيك أستاذ؟ كلمت أنت عن نسق. تكلم مين تلعب اربع ماتشوات في 10 ايام ومن بعد تقعد شهر ونص ما تلعب حتى ماتش ومن بعد تلعب ثلاثه ماتشوات في جمعه وتعمل فواياج لانغولا وتعمل فواياج للكوت ديفوار وتعمل فواياج لغانا وتعمل فواياج لدرجكون وترجع وتلعب اون ديبلاسمون في تونس ما ثماش راحه والمباريات متتاليه ومن بعد تعاود ترجع وتعمل. دونك هذا مهم جدا. اكيد ثم اسباب بدنيه، ثم اسباب طبيه، ثم انا ما عنديش ما نجمش نقول راهو هذا ولا هذا سبب، مي الكل بتحملوا مسؤولين. الاطار الطبي يتحمل مسؤوليه، المعدين البدنيين يتحملوا المسؤوليه، الاطار الفني المدرب واللي معاه يتحملوا المسؤوليه، يلزم هما يعرفوا يجيريو
المعدين البدنيين متاعهم هما يعدوا ويحكيوا ويقعدوا مع الإطار الطبي، المسؤولين على البطولة التونسية النسق اللي يعملوا فيه، المسؤولين على الملاعب هما اللي يعملوا فيه. دونك الحاجه الوحيده الملاعبيه بيدهم عندهم مسؤوليه، ريتم دو في نتاعهم كيفاش يعيشوا، كيفاش يرخدوا، كيفاش يرخدوا، كيفاش يشربوا ماء بزيد ولا ما يشربوش، يكمل لونترينمون يروح يرتاح ولا ما يروحش يرتاح، يروح يمشي الله اعلم وين يمشي وشنو ياكل، ما يريكوبيريش بالكدا كله هذا. اما الحاجه اللي الوحيده اللي نجم نقولها خاطر قلت الاسباب عديده ان هذا مقلق جدا للاطار الفني ولحباء نادي الافريقي، خاطر وقت اللي تسمع 7 أو 8 لاعبين إضافة اللي صار والعاب، شوف الحمروني قداش من مرة وصير، شوف توفيق الشريفي، شوف العمراني، شوف رامي البدوي، شوف شهاب العبيدي، هذوما الكل راهو تعرضوا إلى إصابات. هذوما الكل تعرضوا إلى إصابات. وقت اللي تولي هذا الكل وأنا داخل الريتم جنوني كما قلت أنت ما عملوش انتدابات سي فري ليفكتيف قلنا باهي وإلارجي ومحترم، أما كي يبدأ كامل أما كي يصابوا لي 7 أو 8 لاعبين ولاعبين مهمين ولاعبين اساسيين انا كإطار فني ما لقاش روحي نلقى كل ماتش ناقصني 5-6 لاعبين في مراكز مهمه ولاعبين يصنعوا الفارق سي نورمال باش نلقى صعوبات. هو دونك هذا صراحه مقلق الى جماهير النادي الافريقي. اتمنى من هنا الى اسبوعين يكون بالحق تثمينات سامي اللي قال ان شاء الله كل اللاعبين يكونوا متواجدين ان شاء الله. هذا انا نتوقع اللي غيث الصغير سعيد خاطر تعودت له الاصابه، دونك صراحه محيره جدا الاصابه نتاعو، اما نتمنى على الاقل بقيه اللاعبين يكونوا متوفرين للاطار الفني منذ انطلاق مرحله البلاي اوف. هو حسب تاكيد بطبيعه السيد سامي بالقاضي انه الملاعبيه الكل باش يكونوا ان شاء الله قبل انطلاق مرحله البلاي اوف على ذمه الاطار الفني، ولكن دائما فما تخوفات سي فيصل شعبان من اعاده تكرار سيناريو الاصابات. يقول لك اليوم تعرضنا لجمله من الاصابات في عدد من الركائز الاساسيه اليوم قادمين مرحله البلاي اوف، الخوف كل الخوف من اعاده نفس السيناريو في مقابله قادمه مرحله التتويج وايضا سباق كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. ما هو لانه المرحله كل جديده في النادي الافريقي فبالتالي مدرب جديد، الجهاز الفني حتى من جانبه الناحيه البدنيه والاعداد البدني جديد، والناس ما زالت ما راتش حاجه ملموسه، معناها ما زالت المباريات الرسميه ما جاتش وما تخنيش معناها في الاجواء الرسميه للمسابقه، فبالتالي نجم تقول هذه الاصابات جات في الوقت غير المناسب لاجواء الفريق ولاجواء النادي زاد، معناها حتى معناها المحبين ولا الجماهير يتمنوا انه حتى جاء مدرب جديد يدخل معناها يكون الوضع احسن من هكا 8 لاعبين مش شويه. وهذه يعني المشكله هي بالدي بلاسور فمش ماتشويت هذا انا ايش قلت لك الوضع وضع معناها جاءوا في وقت غير مناسب، وقت ضبابي، وقت مازال كل واحد ما عندوش الثقه في الاخر ما يعرفوش، تو هذا المدرب الفرنسي الجديد مازالوا ما يعرفوش، والجهاز اللي له بالاعداد البدني نتاعو ما يعرفوه زاده، فبالتالي معناها كل الامور مازالت غير ثابته في نظرة الجماهير ونظرة الناس اللي تحب النادي الافريقي. الوقت. الوقت 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 والهدوء في العمل. المشكل فماش وقت هذيك المشكل المشكل مازال اسبوعين وتعرف من الماتش الاولاني كان تراتي الماتش الاولاني وانت ماكش داخل بالماكسيموم دو بوان من المرحلة الأولى كان يهربوا عليك 5 أو 6 نقاط ما عادش نجم تخلط هي مرحلة جديدة خاطر مش كيما عملوا الأربعة فرق ترشحوا من مجموعة من 8 من عندك 14 ماتش السنة أقل دونك ديجا أنت داخل ديفيسيت نتاع بوان وتزيد تضيع الماتش الأول ولا الماتش الثاني الماتش الأول برك مش الماتش الثاني كان ضيعت نقاط وهربوا عليك 5 أو 6 نقاط مدرب جديد معناتها يلزمك تكون حاضر من الماتش الاولاني اوموا مدرب جديد اوكي مي اوموا عندك كل الرصيد البشري اوموا سيدي نقولوا 90% من الرصيد البشري باش تدخل الماتش الاولاني وانت عندك اسلحتك الكل كان انت مدرب جديد وندخل ناقص 5 أو 6 لاعبين مش حتى يدخل كيفاش يحضر حتى هو اللي كيف في مخه قد ما تفرج كل مره قد ما مش تفرج قد ما يعرف كل مره باش يكون واضح